هذه هي اللقاحات التي أصبح أمر دخولها إلى جسدك حتمياً، إذ بدأت بعض الدول بإجبار المواطنين على تلقي هذه اللقاحات. وفي ظل هذا المشهد وقتامته، ينبغي عليك أن تدرك التعامل الصحيح مع جسدك في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة. نحن هنا لا نود إرعابك، ولكننا نود أن نؤكد أنه يجب عليك أن تحمي نفسك والآخرين من خلال الانتباه إلى محاور مهمة نسيها الجميع. في غمرة حديث عن لقاح هنا وهناك وعن متحور هنا وهناك، تعمل هذه اللقاحات عبر محاكاة عامل معد، وهي الفيروسات أو البكتيريا أو كائنات دقيقة أخرى يمكنها التسبب بالأمراض. وتؤدي هذه المحاكاة إلى تعليم نظام المناعة لدينا أن يستجيب بسرعة وفاعلية ضد العامل المعدي. وكانت اللقاحات تقوم بذلك تقليدياً من خلال تقديم شكل ضعيف من العامل المعدي، يتيح لنظام المناعة لدينا بناء ذاكرة للتعامل معه. وبهذه الطريقة بوسع نظام المناعة أن يميز العامل المعدي بسرعة وأن يكافحه قبل أن يصيبنا بالمرض. وهذه هي الطريقة التي صممت وفقها بعض لقاحات كوفيد-19. وثمة لقاحات أخرى ضد كوفيد-19 طورت باستخدام منهج جديد، وهي تدعى لقاحات المرسال. وبدلاً من تقديم عامل معد ضعيف، أي مادة تدفع نظام المناعة لديك إلى إنتاج أجسام مضادة، يمنح لقاح المرسال جسد المرء رموزاً جينية يحتاجها لتمكين نظام المناعة من إنتاج الأجسام المضادة اللازمة. وقد خضع هذا النهج لدراسات على امتداد عقود من الزمن. ولا تحتوي هذه اللقاحات على فيروس حي، ولا تتدخل بالحمض الخلوي الصبغي البشري الDNA. لاحظ عزيزي المشاهد أن المعركة في هذه المرحلة تدور حول جهاز المناعة وتعامل هذا الجهاز مع هذه الفيروسات المتحورة. ولذلك هذه رسالة خطيرة ومهمة، انتبه لجهاز المناعة. وقبل أن تلجأ إلى لقاح هنا أو هناك، حاول أن تحيي هذه المناعة بأي شكل كان، خاصة في ظل انتشار العديد من الأوبئة والمتحورات في شتى دول العالم. ويجب عليك أن تؤمن يقينياً أنه في مواجهة فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض، تلعب المناعة دوراً أساسياً في حماية الجسم، موفرة الحماية التي يحتاجها لمقاومة الأمراض والأوبئة. ولكن للأسف الشديد نحن ندمر مناعتنا بأيدينا. كيف يحدث ذلك؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا هو العنوان الذي نريد منك أن تركز فيه جيداً، وتسأل نفسك الآن: هل تتناول المدمرات الإنسانية وعلى رأسها السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة التي تعمل على تلف الخلايا، وتلك الأغذية المحشوة بالملونات والأصباغ والمواد الحافظة والمركبات الكيميائية التي تتسلل إلى جسمك دون أن تدري وتدمر الخلايا شيئا فشيئا وتقتل جهازك المناعي؟ وهذه هي كلمة السر، وهي المنطلق في حماية جهاز المناعة. انظر إلى طعامك وحاول أن تتجنب كل هذه المدمرات الإنسانية وعلى رأسها المشروبات الغازية والمأكولات المعلبة والوجبات السريعة والزيوت المهدرجة التي تتعرض لدرجات حرارة عالية والمأكولات المقلية بتلك الزيوت المدمرة. بعد ذلك ابدأ بمتابعة هذه الخطط العلاجية والبرامج التغذوية التي تسير في اتجاهات مختلفة من أجل مناعتك. وكما أشرنا في فيديوهات سابقة، يجب عليك أن تضمن نظامك الغذائي مصادر جيدة لفيتامين سي من خلال تناول ثمرات الجوافة والكيوي إلى جانب أوراق البقدونس والحمضيات والفلفل الحلو. واحرص على تضمين نظامك الغذائي فيتامين إي الموجود في البذور واللوز والجوز، مما يحدث للجسم مضادات الأكسدة التي تقاوم التلف الذي تخلفه الشوارد الحرة في الخلايا.
وخير مصادر هذا الفيتامين كما يقول الدكتور إيريك بيرغ هو تناول بذور عباد الشمس النيئة وحفنة من اللوز والجوز في الصباح الباكر بعد تناول كوب من ماء الليمون. وفي هذا الفيديو سنعطي مساحة لمشروب رائع لابد من استحضاره واستحضار طريقة إعداده صحياً. إننا نتحدث عن الزنجبيل. هذا النبات العملاق الذي أثبتت العديد من الدراسات أن له دوراً في علاج الكثير من الالتهابات في جسم الإنسان التي تؤدي إلى العديد من الأمراض، وقد نجح في المحافظة على مكانته العلاجية في الطب الصيني لمواجهة نزلات البرد والإنفلونزا، ويمكن أن يكون أساساً رائعاً في تدعيم جهاز المناعة وتقليل أعراض الإصابة بفيروس كورونا في حال الإصابة. لكن هنا نتحدث عن طريقة الاستخدام الصحيح لهذا النبات المذهل، وفي المقام الأول نتحدث عن نوع الزنجبيل. وإذا ما أردنا أن نستخدم الزنجبيل لتحقيق غرض علاجي، فينصح استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقة باستخدام الزنجبيل المجفف الأشبه بالأعواد الخشبية المجففة. وكلمة السر في الحصول على القيم التغذوية من هذه الأعواد المجففة هي عملية استخلاص المواد الفعالة فيه، ولا تتم هذه العملية من خلال تعريض الزنجبيل للمياه التي تغلي أو لدرجات حرارة عالية. وهذا هو الخطأ الجسيم الذي يدمر فوائد الزنجبيل. إننا نتحدث عن استخلاص المواد الفعالة في الزنجبيل من خلال عمليات النقع في الماء العادي البارد، إذ يفضل وضع كمية من الزنجبيل وفق الكمية المطلوبة في الماء البارد وتركه منقوع لمدة 6 ساعات إلى 12 ساعة، وبعد ذلك تناول هذا المشروب يومياً أو 3 مرات في الأسبوع، ويفضل تناوله على الريق لمن لا يعاني من مشكلات في المعدة. إلى جانب ذلك، نحن نعرف أن من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا وجود التهاب في منطقة الحلق، والزنجبيل والعسل خيار رائع للتخلص من التهاب الحلق. فالزنجبيل يعمل على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي، وشرب خليط العسل والزنجبيل مفيد جدا للتخلص من التهاب الحلق بقدرته الفعالة ضد البكتيريا. وهنا يمكن إضافة العسل إلى الماء المستخلص من الزنجبيل. ودعونا نؤكد أن هذا المشروب هو مسار من مسارات تقوية الجهاز المناعي، وكنا قد تحدثنا في فيديوهات سابقة نتركها لكم في قائمة التشغيل المخصصة لمواجهة هذا الوباء في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو، وأفردنا مساحات خاصة للحديث عن فيتامين سي ومصادره الطبيعية وفيتامين دال وأهميته في تقوية جهاز المناعة، وكما تحدثنا عن الزنك العملاق الذي يلعب دورا رائعا في حماية الجهاز المناعي، إضافة إلى النوم الجيد وتقليل هرمون الكورتيزول والامتناع عن التوتر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم، إضافة إلى شرب الماء بالكميات المطلوبة. فهذا يعمل في الأساس على تنقية الجسم من العوامل الممرضة عبر البول. ومن الضروري شرب كميات كافية من الماء، لكون الماء عنصراً أساسياً لجميع الوظائف الحيوية في الجسم. وفي حال رغبت في الاستزادة في مواجهة هذا الوباء وطرق التعامل للوقاية والعلاج، ندعوك لمتابعة قائمة التشغيل المتروكة لك في صندوق الوصف، وتذكر دوماً أن الوقاية خير من العلاج. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم، شكراً لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.